بالنسبة للألبوم غادي يكونوا فيه 25 تراك، غادي تخرج 20 في لو 4 جوان، في نهار 4 في شهر 6 غتخرج 20، وغيبقاو 5 هذاك في الديلوكس، غيكونوا غير لي فيتشورينغ، فهمتي؟ غيكون فيهم أغلبية غيكونوا فيتشورينغ، يقدر يكونوا دي سولو، علاش؟ حيت فكرنا مزيان، وهذه كانت النصيحة ديال دراغانوف. كنا جلسنا درنا واحد الجليس انا وياه، وهو كان ديو نجيبو في الهضره هكا على الالبوم شنو غندير شنو هذا، قال لي فريمون راه 25 تراك اعتمار خا العاني، فهمتي؟ الا بنادم يكثر عليه قال لي سي ميو لوح 20 وخلي 5 في الديلوكس. جاتني مزيانه، جاتني ريزونابل، تشاورت مع ليكيب كامله كلشي وافق، دونك قلت علاش ما نديرش هذا البلان هذا. وتحيه لدراغانوف من هنا. لا ماشي غير واب، كاينين لي غابور مثلا، كاين بريزي، كاين تيفلو، كاين ديب، هادو في لي غابور. كاين عاوتاني عادي الاصيل في اوتر يونيفير، كاين بسايكو كوين هذيك بوحدها، هذيك فينومين ديال المغرب. كاين مع ضوحة واحد البنت كتغني الار ام بي، جبونس ما وقيلا ما محصوراش غير في ستايل واحد، مي لحد الان هادشي اللي تدير، هادشي اللي كدير، ما عارف انا غديفلوبي داكشي ديالها مزيان ان شاء الله، الله يسر لها. وكاين فيتشورينغ سميتو كازا نوسترا، واحد جوج ثلاثه مع دي رابور من الايطالي، اللي كانوا زعما من ليكيب ديالنا تما، اللي كاين دابا المدام اللي ما عارفش ان عندي كي ماناجر ديالي في المغرب اللي هو عثمان الجبيري، مي كاين اوسي ماناجر ديال لوغوب هو مومو ديال الطاليان. فوالا تما راه كاين هو اللي كنا هو هادو الدراري اللي التيم ديالو اللي خدمنا معاهم، وغادي يكون كليب ان شاء الله معاهم. الصراحه دويت في كاع لي كوطي، يعني راه 25 ديسك، راه عندك ليسباس فين تهضر على جميع الجوانب ديال الحياه. دويت على سي لا بروميير فوا اللي غادي نهضر على اللوف في لي تيتخ ديالي. ديما كنت انا كونتخ، ديما بنادم كيشوفني غير مالا، هذاك الشيء غير ما كانش الفرصه لوكازيون فين يقدر يخرج. دابا الالبوم خديت فيه المساحه الكافيه، 25 تيتر، قدرت نهضر على الحب، قدرت نهضر على حياتي، قدرت نهضر على دا اوسي. كاينين دي كلاش، كاينين دي بيك، كاينين فهمتي، كاين التسطيه، كاين بزاف ديال البلانات غيكونوا في الالبوم، مي ما فيهش البكا والشكا بزاف، يعني راه غلوري هذا الشيء اللي كاين. 25 ديسك كانت هذاك الرقم عدد، كيعني شي حاجه ولا غير جات صدفه؟ لا جات صدفه صراحه. وي داكور. وسمعنا بلي غدير اون تور باغابوغ لالبوم ديالك. وي. شنو هما المودول اللي غادي يكون فيهم؟ فدابا بالنسبه للغلوري تور، حيت كاينه غير هذه غير بخي ايفنت، هذه غير لا تور ديال هذا الالبوم هذا، بغينا نديرو ما بغيناش نخرجوه كيف ما مولفين كنخرجوا لي زالبوم ديالي كاملين، حيت خرجت دابا هذا هو التخوازيام البوم زعما في حياتي. جوج ديال لي زالبوم كانوا خرجوا، ما خرجوش دوك لي نورم اللي كنبغيهم انايا، ولا اللي كيبغيهم اي ارتيست، فهمتي؟ ملي كيبغي يخرج شي حاجه. دونك خرجت الالبوم الاول، هاد الثاني زعما الكامينو قبل رمضان، وهنا دابا غادي نحط لهم في شهر 6، ما بقى والو جوبونس، راه العد التنازل يبدا، يعني غادي يتلاح لهم الالبوم ديال 25 ديسك. مي اوسي بغيت يكونوا حفلات، نجي نشترك البيبليك، ماشي يبقى البيبليك غير فيرتويال، بنادم يسمع غير انت اللي كتستافد، انت نوض خدم، نوض خسر شويه، نوض اورغانيزي، حمق راسك، حتى هادشي راه خدمه، نوض سير عند الناس. اختاريت اللونسمون تكون في الرباط، علاش؟ حيت اوفيسيال احنا كنعرفوا الرباط يعني راه هي عاصمه الثقافه في افريقيا دابا، دونك احسن بلاصه نقدر ندير فيها اللونسمون ديال الالبوم. من وراها غنمشي للجديده، فريمون عزيز عليا البيبليك ديال جديده، حيت كنت لعبت في دير جديد وما كتبتش نلعب في لاسين ديال جديده، مي هذاك البيبليك عندي معاه استواغ كبيره بحكم الاعتقال الثاني اللي كان عندي في سيدي موسى، كنت خرجت فيه براءه غير شي مهم بروبليم صغير ما عندي فيه حتى علاقه، مي كنت مع عشت معاهم لداخل، عشت معاهم برا، عشت معاهم، دونك بغيت هذيك المدينه والسكينه في الفنادق، حيت طنجه ديما كنلعبوا فيها تيطوان هذا فنادق فريمون انا كنرتاح فيها، فهمتي؟ كتعجبني ديك المدينه صغيره، وباقي دوك الناس باقا النيه، باقي بنادم زوين، دونك هما كيمشيوش الناس بزاف للفنادق، يعني علاش انا غنمشي تما؟ انا ما عمري لعبت في الفنادق. والسكينه تارودانت، تارودانت بونس كان وقع شي بلان شحال هادي،
باقي كنعقل على شي تشارج ديالو مي كتواعدت انا بالبيبليك كان ما كملش واحد الشو ديالي تما ما صافي انولي حتى لاخر لحظه انايا ما تفاهمناش مزيان مع لي زورغانيزاتور وفريمون بقات عندي هذيك الفكره ديال تالودان تما كان بعدا كيتسناني نجي دونك انا اورغانيزيتها انا وغادي نجي عندكم حتى انايا باش نتصالح معاهم وي راه كاين التور ديال الاخر العام هذيك هي التور الكبيره هذيك هي مروكو تور دابا غادي ندويو غير على هذا الشيء بيد ما تورغانيز هذاك الشيء ما يمكنش لي نصرح بشي حاجه اللي ما باقي فيها حتى الضبابه واش فهمتي هذا الشيء اللي كنشوفو كلير ما عرفتش الصراحه حيت كازا لي غون فيل انايا اصلا كاينين دي زوبورتونيتي بزاف فيهم باش نقدر نغني في بلايص اخرين دونك الا كنت غنورغانيزي نمشي نورغانيزي في بلايص اللي ما اللي ما اللي ما كيمشيوش لهم الناس بزاف وفريمون بوبليك محتاج يشوفك حيت مثلا غتمشي للرشيديه ولا هذا اغلبيه ديال يعني ديال الحفلات اللي كيكونوا ولا المهرجانات ما كيكونوش في هذه النواحي هادو انا بغيت ملي عطاتني الفرصه باش انني نقدر اورغانيزي شي حاجه ديالي اختاريت لي فيل صغار علاش فيهم بيبليك كبير وبنادم تيبغيك بصح اما هنايا كاين بزاف ديال لي شو يعني راه يقدروا يجي عندك يقدر يمشي عند الاخر يعني ديما محركه كازا ديما محركه طنجه ديما ما كاينين الاخرين كنفضل هذوك الناس